السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في الفيديو تاعنا اليوم. اليوم ان شاء الله جبت لكم مملحه رمضانيه خفيفه اقتصاديه غير مكلفه. نتمنى ان شاء الله برك تعجبكم وتجربوها وتنجحوا فيها مادامنا يعني قدام الشهر الفاضل. الوصفه هي دي بتي بان فارسي بالفرماج، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. هنا ديت ربع كيلة تاع الفرينه، ديت انا الكيلة هذه تاع هذا الكاس ولا غرفيه، ولا ديت مغرف صغيره تاع قهوه خميره تاع الخبز، ومغرف صغيره تاع السكر. هذه الكيلة الرابعه. هنايا نخلط هذه المقادير. عندنا علبه تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام. نخلطوا المقادير تاعنا. اولا المواد الجافه، عندنا الملح مغرف صغيره، يعني نديروا عينا ميزاننا ولا نعتمدوا على المغرف. هنايا عندي نفس الكيلة زيت، ندير الزيت اللي هو كيلة، ونبسس هاد المقادير جيدا، نبسوهم بالأطراف الأصابع. ممكن ديري زيت زيتون وزيت، يبقى لك الاختيار. نبسس مليح هكا حتى يتبسس لنا الخليط. هنا بعد ما بسست الخليط تاعي، ندير كيلة تاع الحليب دافي، ونلم العجينة تاعي. ندخل هذيك الكمية تاع الحليب مليح في الفرينة كما رانا نشوفو. انا غادي نزيد لانه هنا على حساب الفرينة، الا كانت الفرينة تشرب ولا ما تشربش. نزيد هذيك الكيلة لانه انا كما قلت لكم الفرينة اللي عندي تشرب. بهذه الطريقة نلمها اولا، بعد نحاول نعجنها شويه. انا غادي نلمها بعد نعاودو نتلاقاو. هنا العجينه تاعنا هذا هو القوام تاعها، نحاول ندلكها مده 5 دقائق ولا 7 دقائق بهذه الطريقه هذه، ونخليها تخمر للمره الاولى. من بعد تخمر للمره الثانيه، غادي نعطوها حقها الكافي. هنا بعد ما دلكنا العجينه تاعنا، نديرها في اناء ونغطيها ونخليها تخمر كما قلت لكم. كل مره نخرج لها هذاك الهواء اللي يكون فيها ونعاود نخليها تخمر للمره الثانيه. هنا كما رانا نشوفوا العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت، هذا هو القوام تاعها. اش ندير؟ ندي كميه، غادي نقسم على اثنين. اولا نحتاج شويه تاع الفرينه بطبيعه الحال، نشكلها على شكل حربوش، نقطعها قطع صغيرة يعني، او قطع تكون متساوية. يعني هذا الخبز يجي كيما لا بريوش، نديرو في بلاصة البوراك ولا البريك ولا مملح. شا ندير الان؟ ندي العجينة تاعي ولا القطعة اللي درتها. هنا ندي الكويرة تاعي تاع العجين، نحلها بالشكل طولي او على شكل مستطيل بهذه الطريقه. هنا ندي حبيبات تاع الجبن، جبن يكون طاري تاع المثلثات ولا تاع الميزان، يبقى لك الاختيار. وندير غادي ندير نصف حبه، يعني نقطعها هكا بالطول، ندير نصف هنايا، نحاول يعني على حساب الفرماج ما يكون عندك. ونغلق هنايا، اذا كان شفنا زوائد شويه كبيره تاع العجين نقصوها بطبيعه الحال. نعطيه شكل التيبان، والفتحه دائما تكون من تحت بهذه الطريقه. هكا كما نشوف
هذا هو الشكل تاعه. خليه جانبا ونعاود معكم حبة. هنا ندي العجينة تاعي نحلها، كاين هذه الطريقة اللي درتها معكم ولا طريقة أخرى اللي غادي نشوفوها. ندي الجبن هنايا نحطه ونلف بهذه الطريقة، ونحاول نغلق هنايا أولا هذه الفتحة باه كي يخمر لنا عفوا يخمر لنا الخبز تاعنا ولا الخبيزات الصغار ما ينتحلوناش. يعني أنا درتهم صغار كما راكم تشوفوا غادي نكمل بعد نديرهم في سني يكون مرشوش بالفرينة، ندهنهم بالبيض، نرشهم يا اما بالجلجلان يا اما بالسانوج، يبقى لكم الاختيار. هنا فقط قبل ما يخمروا نغلق من الفتحه، الا كان عندك سكين حاد نديروها كخطوط بهذه الطريقه ولا لالام هكا كتزيين فقط. انا غادي نكمل بعد نعاودو نتلاقى. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما شكلت لي بتي بان تاوعي بالجبن، هنا درتهم بلالام، درت لهم هذه الخطوط هكا معاكسه كيما تقدروا ديروا لهم فقط خطوط عاديه. هنا ديت صفار بيضه وندهن، يعني بعد ما خليتهم خمروا واحد المده 20 دقيقه هكا، يعني ديجا انت ما تجي تكملي هذيك الكميه اللي تكون عندك تلقايهم ديجا هما خمروا. هنا كيما قلت لكم تبغوا ديروا لهم السانوج، تبغوا ديروا جلجلان، يعني اللي يكون متوفر عندكم زريعه الكتان، اي حاجه تبغوا ديروها ديروها. انا غادي نكمل، شعلت الفرن على 180 درجه، وهنا تبغوا ديروهم هكا رقاق طولوهم كيما تبغوا ديروهم معرض. نخلو الفرن تاعنا يحمى على 180 درجه، ندخلوهم يطيبوا، نخلوهم يدوا اللون الذهبي، بعد نوريهم لكم جاهزين ان شاء الله في صحن التقديم. لي تيبان تاعنا فارسي بالجبن راهم جاهزين كيما راكم تشوفوا، هذا هو الشكل تاعهم. يعني بعد ما طابوا دهنتهم هنا، شوفوا كيفاش يجوا يلمعوا، يعني الصراحه راهم حامين مازال ما بردوش. هنا كيما قلت لكم تبغوا ما ديروا لهمش هذا الديسان هذا اللي درته انا، عفوا اللي درته، ممكن فقط ديروا غير خطوط هكا باللام ولا بالسكين يكون حد، وتقدموهم كيما تقدروا ديروا السانوت، تقدروا ديروا الجلجلان، اي حاجه من الفوق كتغيير. وكذلك كيما قلت لكم نقدموهم في بلاصه البوراك كتغيير ومناسب للشهر الفاضي اقتصادي ما فيش بزاف المصاريف. يعني كما قلت لكم راه حامي مازال ما بردش. هذا هو الشكل تاعه من الداخل، شوفوا كيفاش يجي الجبن، يجي دايب خاصه الا كان الجبن شباب ويجو خفاف كما راكم تشوفوا هشاش. نتمنى ان شاء الله اخواتي الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. نبقى لي غير نقول لكم ما تنساوش لعجبكم الفيديو ما تحرمونيش من لايكاتكم تعليقاتكم، تبارطاجيو لا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي هكا باه تعم الفائده. نبقى لي نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى مع فيديو آخر إن شاء الله.